تحت هذه القنطرة تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن بأيت ملول من إلقاء القبض على المتهم في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل مروان. المتهم هنا زوج العم البالغ من العمر 34 سنة والأب لطفلين. عناصر الأمن عمقت بحثها مع المتهم الذي ينفي جملة وتفصيلا ما نسب إليه وأن اتهامه يأتي تصفية لخلافات عائلية. بعد التوصل بالشكاية بشير البحث من طرف المصلحة ديال الفرقة أو الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالاستماع للوالي ديال المعني بالأمر اللي هو الجد ديالو اللي عنده وكالة باش يتولى هاد القضية والاستماع للقصير اللي كان مرفوق بواحد الشهادة طبية مدة العجز 45 وتثبت على أنه تعرض بالفعل للاعتداء الجنسي. وتعود تفاصيل هذا الحادث إلى يوم عيد الفطر المنصرم فبعد اختفاء الطفل لمدة تزيد عن 24 ساعة تم العثور عليه بجنبة وادي السوس وعلى جسده أثر كي بأعقاب السجائر وعلى يديه وعنقه أثر جروح بالسكين. من العشرة ديال اللي ندخل دارنا من العشرة لقيت الدري ما كاين ديال الليل هنا وهنا كان ما خلينا قنت ما خلينا ضام الزر كان ما خلينا الواد في الليل في وسط الليل كيقطعوا الناس في سميتو وجاو معنا الناس شي 10 الناس ولا 15 واحد ما خلينا قنت الدري الصغير وارتياح طردوا. كان ابني بصحة جيدة والآن أصبح شديد الخوف حتى من رؤية الدم أو من أن يزال به عقاب بالمدرسة أو من رفاقه. ظل مختار معلم ديدو الزلة ديدو ركيدو لركيدو دراري. التحقيق لا يزال جاريا لتحدد العدالة إذا كان المتهم جانيا، لكن هل إنزال العقاب بمرتكب مثل هذا الفعل سيفي الإيقاف التنسل لاعتداءات مماثلة تقتل حق براءة المجني عليهم في حياة